مغرور الطاووس. ملايين الناس عم تشوف، احنا عم نشوفوا الطاووس بس ما عم يشوفوك. ليش اخترت الطاووس؟ أنا كان بدي كاركتر يبين أنه هو رجل، لأني حبيت أعمل هاي اللعبة أول شيء، وحبيت أخدع الجمهور ويفكرني أول شيء أنه أنا رجل تحت هذا الكاركتر. حبيتك طاووس؟ أوكي، بس صار وقت ترتاح. أوكي، في صفة مشتركة. مغرور الطاووس. يمكن فيه، بس أكيد ما رح أحكي عنه. ريشه اللي بيفرده هيك مبهر وحلو، وأنا كنت مقررة بهذا الشو إني أعمل شيء يفاجئ شوي. يمكن أحلى شيء كان إنه أنت حر، إحساسك بإنه في إكسبوجر، في إضاءة، في جمهور، في ناس، في تي في، في ملايين الناس عم تشوف، و at the same time هن عم يشوفوا الطاووس بس ما عم يشوفوك. يعني هو ما كان في شيء الحقيقة كتير صعب، بدي أقول إنه هو أكتر كان ممتع، بس لحتى شو يطلع حلو بده شوية دقة، بده حسابات بالرأس، قديش يكونوا الناس فيهم يكونوا قراب لإلك، فيهم ما كتير يقربوا، في some lifts، حملات استغنينا عنها لأنه كان الدانسر مقابلي، كنت خايفة كتير على الناس إذا قربت علي بالشو لأنه المنقار مأذي، هذا بيأذي. كلهم كنت حابة أعرف مين صراحة. تحرقصت لأعرف مين عنده هاي الجرأة. زعلت على فكرة، طاووس رافقني حلقات طويلة. يمكن أول شيء كان في غربة بيني وبينه، بس بعدين حبيته، وبدي أقول له كانت تجربة كتير حلوة. I will never see you again. هو بروجرام فريد من نوعه الحقيقه، رح يتكرر اكيد، ان شاء الله بنشوف سيزون 2 سيزون 3. حطيت افور، ما تهاونت ابدا، حبيت العب اللعبه للماكسيموم لاني انا كمان حدا شوي اكستريم، اذا فت بشغله بروح فيها للاخر.